السلام عليكم. اليوم رانا السبت 19 ماي، واليوم راح نهضر مع السيد العربي زيطوط. راح نهضر مع السيد العربي زيطوط بكل احترام وبكل ادب، ورايح نناقش الافكار تاعو سياسيه، ونناقش معاه القضيه تاع رحيل قايد صالح. هو راه يطلب في رحيل قايد صالح، نناقش معاه الفكره هذه بكل احترام بكل ادب. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو هذا على اوسع نطاق باش يوصلوا ان شاء الله. المهم نعرفك بنفسي يا السي العربي. انا اسمي حكيم زيتوني، ونسكن في ولايه برج بعراريت. مانيش ذباب الكتروني ومانيش ذباب بشري، ما عندي حتى علاقه بالدوله، ماني خدام في الدوله. المهم نبداو من الطرح تاعك السياسي، الطرح تاعك السياسي لحل الازمه. نبداو بالنقطه الاولى، نبداوها نقطه نقطه. اسمع واش راك تقول. كذلك الاعلان عن مرحله انتقاليه فيها يسلم الجيش، جنرالات الجيش، الامر للشعب، والشعب يكون ممثلا باشخاص، ثلاث اشخاص، خمسه اشخاص، سبع اشخاص، المهم يكونوا هناك. هذه القياده الجماعيه تقوم بما يلي: يسلم الجيش الحكم للشعب عن طريق ماذا؟ عن طريق ثلاث اشخاص ولا خمس اشخاص ولا سبع اشخاص؟ اولا هنا كاين مشكل. المشكل الاول شكون يعين الاشخاص هذ؟ تقول لي من ممثلين الحراك. انت دائما تطالب في الفيديوهات تاعك انه ما لازمش يكون كاين تمثيل للحراك، يكونوا من المعارضه. انت دوك بعد قليل تقول المعارضه والاحزاب راهي مكروهه من طرف الشعب. اذا منين يجيو هذا الخمسه هذا ولا سته ولا سبعه؟ يعينهم الجيش. الجيش ما عندوش صلاحيات باش يعين، ما عندوش صلاحيات حتى يعينهم. هما تولي تقولوا عليهم هم بايعين الماشي. ما مادام عينهم الجيش رايحين يمشيو بالطريقه تاعو وبالخطه تاع الجيش. اذا هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، شكون قال لك هذو الخمس اشخاص والله سبع اشخاص هذو رايحين يتفاهموا؟ رايحين يتفاهموا، ورايحين يتفاهموا في النظره المستقبليه للبلاد. الرئاسات الجماعيه عمرها ما نجحت. البابور كي يكثروا فيها الرياس يغرق. هذه النقطه الاولى. نشوفوا النقطه الثانيه. اذا تكون هناك حكومه مؤقته تدير شؤون البلاد. هذا السبعه هذو هما اصلا ما على بالناش كيفاه جاو وما على بالناش كيفاه يجيو. يزيدوا هما بالذات يروحوا يزيدوا يخيروا حكومه. وش هي المعايير اللي عينوا عليها الحكومه هذه؟ هذا سؤال واحد اخر. نجيو للنقطه الثالثه. اثنين، يعلن الامر الثاني وهو مجلس تاسيسي لانشاء دستور جديد يمثل الجزائريين ويعبر عنهم حقا مهما اختلفت مشاربهم وقناعاتهم وافكارهم السياسيه، ولكن يكون في خدمه البلاد. اعلان مجلس تاسيسي لانشاء دستور جديد. كيف اعلان مجلس تاسيسي؟ كيف اعلان؟ وحي يهبط علينا الاعلان هكذا برك؟ شكون راح يعلن على انشاء المجلس التاسيسي هذا باش يدير الدستور؟ وراك تقول باللي الدستور هذا يضم كل اطياف المجتمع ويضم على اختلافاتهم، اللي اشتراهم مختلفين يضمهم ويتلاقاو في المجلس التاسيسي هذا ويديروا دستور. يعني في رايك يا سي العربي، يعني بالخبره تاعك، يعني تظن باللي راح يتفاهمون على الدستور؟ تجيب انت فيه العلمانيين والاسلاميين والوطنيين واللائكيين واللي ما عندهم حتى لون ولا رائحه، تجيبهم تحطهم في مجلس تاسيسي وتقول لهم ديروا لنا دستور؟ يعني في رايك انت رايحين يتفاهموا؟ انا في رايي انا ما نظنش باللي باش رايحين يتفاهموا، لانه المعارضه برك وعندهم توجه واحد وفكر واحد وما قدروش يخرجونا بمرشح توافقي. كيفاش انت تلم هذا الناس هذو مجلس تاسيسي؟ هذا كان عرفنا خيروهم. هذا إذا كان اتفقنا على الأشخاص اللي رايحين يجيو في المجلس التأسيسي. هذا ديجا الاتفاق على الأشخاص اللي يجيو في المجلس التأسيسي محال يتفقوا عليهم. وهذا كي يتفقوا عليهم ويجيو في المجلس التأسيسي هما في بعضهم الأشخاص ماهوش رايحين يتفاهموا.
يتفاهموا على الدستور. هذه من المستحيلات السبع. صح، نفوتوا نقطة أخرى. الثالث أن يكون هناك بعد الحكومة المؤقتة والمجلس التأسيسي طبعا أن تكون هناك مجموعات تفكر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية، مجموعات تفكير تقدم بمقترحات لتحسين الأوضاع للناس بأسرع ما يمكن. الناس راح تعاني وتعاني بشدة، بما فيها إيجاد وسائل وأساليب لتخفيض الأسعار بعد الحكومة المؤقتة وبعد المجلس التأسيسي وبعد المجلس الرئاسي. نزيدوا نديروا مجموعات تفكير. وش هي المجموعات هذه تاع التفكير؟ هذه مجموعات مش مجموعة واحدة. هذه المجموعات هذه أراك تقول باللي هما يفكروا في الأمور الاقتصادية ويخفضوا الأسعار. أولا كيفاش نخيروا المجموعات هذه؟ ووينهم؟ وش هو المنصب بتاعهم؟ يخدموا في الحكومة ولا وين يخدموا ولا كيفاش؟ فهمنا في المجموعات هذه كيفاش يخدموا. ومن بعد هذه المجموعات هذه تفكر في أساليب تخفيض الأسعار. أساليب تخفيض الأسعار باينة، عندها أسلوب واحد تخفيض الأسعار، هي قدرة الإنتاج يهبط السعر، قاعدة معروفة. يعني كيفاش مثلا الدجاج راه ماهوش موجود وناقص في السوق وانت تخفض له السعر تاعو، هاي ماهيش منطقية. إذا تخفيض الأسعار يكون بكثرة الإنتاج، وكثرة الإنتاج يجي بحكومة مستقرة وبخدمة ومجهودات باش يجي الإنتاج باش يهبطوا الأسعار، الأسعار ما يهبطوش هكذاك برك وحدهم بقرار سياسي. إذا القرارات الاقتصادية عمرها ولو كان تؤخذ بقرارات سياسية. الاقتصاد عنده نظريته وحده. يعني ماهوش قال خفضوا الأسعار يهبطوا الأسعار، لا، خاض على العرض والطالب. وهذه نورمالمون راك تعرفها يا سي العربي. صح، نشوفوا في حاجة واحدة أخرى. للدستور. تختتم هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات أولا رئاسية ثم انتخابات تشريعية وبلدية، ربما بيناتهم 3 أشهر أو 4 أشهر. لكن هذا لن يكون إلا بعد سنة أو سنتين. عندما اسم هذا الشيء وكل، ومن بعد نروحوا ونوليوا للانتخابات الرئاسية ونوليوا للانتخابات التشريعية. يعني قال له وين راهي وذنك؟ قال له هاي. وعلاش ماهوش من ذكر روحوا الانتخابات الرئاسية ومن بعد انتخابات تشريعية ومن بعد غيروا الدستور؟ اسمها مولي الانتخابات. وبعد ماذا؟ بعد مدة عام ولا عامين؟ يعني احنا يا الأستاذ العربي رانا شهرين ولا 3 هذول رانا ما قدرناش نتحملهم. راه استنزاف كبير، راهي الخدمة حابسة، راه ما كان حتى حاجة تمشي في البلاد. نزيدوا نروحوا نمشيوا هكذا عام ولا عامين هكذا والناس راهي باغية تهبل، وتحوسنا نمشيوا عامين في مرحلة كيما هذه، عامين والأوضاع هكذا. نفوتوا لحاجة أخرى. وتقوم تنظيمات سياسية جديدة، وعلى الأرجح أو الأفضل أن تختفي التنظيمات القائمة الآن، من الأحسن لهم حتى. الناس كرهت الأحزاب وكرهت التنظيمات وكرهت النقابات وكرهت كل شيء ما عدا النقابات المحترمة المستقلة. يعني قبل قليل كنت تقول ما كانش الإقصاء والمجلس التأسيسي هذا يضم كلش هكذا، أنا متفاهمين. المجلس التأسيسي هذا يضم كل التيارات وكل الأحزاب وكل، وهم بعد في نفس الوقت راك تقول يتنحوا الأحزاب. كيف يتنحوا الأحزاب؟ يسمى الأحزاب هذه نحيوا لفافاس ونحيوا لرسيدي ونحيوا لفلان ونحيوا لف ونحيوا حزب جاب الله ونحيوا حزب تاع مقري ونحيوا الأحزاب هذه أكل. ومن بعد نقعدوا يسمى لا رئيس ولا قائد جيش ولا أحزاب، ما كان حتى واحد. يعني هذه تدخل العقل، ما كانش الرئيس وما كانش الجيش وما كانش الأحزاب وما كانش النقابات وما كانش الجمعيات. وكيفاش راح يكون هذا المجلس التأسيسي هذا اللي كنت تهضر عليه؟ كيفاش راح تكون مفاوضات؟ وكيفاش الناس راح تلقى الحلول؟ الأحزاب باش تتنحى الأحزاب، من بعد ما يجي رئيس منتخب ويدير قانون
مثلا يدير قانون انه الحزب اللي يجيب تحت 5% ولا تحت 10% يتحل تلقائيا. اذا الشعب هو اللي يحل الاحزاب. كيفاش الشعب يحل الاحزاب؟ يحلها انه ما ينتخبش عليها وحدها تموت في الساحه، تختفي التنظيمات الراشيه هذه اكل تختفي، تختفي بعد ما جينا انتخابات رئاسيه نازحه. بصح هكذا نحي الاحزاب ونحي قائد الجيش ونحي البرلمان ونحي كل شيء ونقعدوا هكذاك، نقعدوا احنا الشعب نروحوا احنا نطلعوا المرادية لحكمه. ما كان والو، ما كان حتى واحد يتصرف. نزيدوا نفوتوا لحاجه واحده اخرى. اذا هذا هو في اعتقادي واعتقاد كثير من الاحرار ما يجب فعله، وانا هنا لا ادخل في التفاصيل، التفاصيل سياتي وقتها، لكن هذا هو ما يجب فعله. وانت هنا لا تدخل في التفاصيل، والتفاصيل سياتي وقتها. كيف ما تدخلش في التفاصيل يا اخي؟ تعرف المقوله يا السيد العربي انه الشيطان يكمن في التفاصيل. دوك انت تجي تقول لي نحي الجيش، نحي قائد الجيش، ونحي البرلمان، ونحي الاحزاب، ونحي كلش، نحي كلش، ومن بعد نجي نقول لك على التفاصيل تقول لي ما على باليش التفاصيل. لا، تعطينا التفاصيل، التفاصيل هما الصح، تعطينا التفاصيل وتعطينا الاليات وتعطينا الميكانيزمات، سينو كلامك هذا اكل راه زيرو في الزيرو. مع احترامي، بدون تفاصيل ما كان والو. الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني انت يا كنت داير مخبزه وكنت شريك، راكم اكيد فهمتوا على التفاصيل، شكون يخدم الصباح، شكون يخدم العشوه، شكون اذا كان تقولوا اروح نشتركوا برك، حطوا صوار وما تفهموش على التفاصيل. هاكم ماكمش راح تروحوا بعيد. وصرت في امر سياسي كما هذا، خطه كما هذه، مجلس تاسيسي ومرحله انتقاليه فيها عامين، وتقول لي ما تفاصيل ياتي وقتها. لا، اعطيها لي درك. المهم هذا الطرح السياسي اللي راك تطرح فيه، وهنا بينا يعني جانب صغير من العيوب تاعو، من العيوب تاعو السياسيه. احنا ما ناش نهضروا على شخصيتك، نهضروا على العيوب السياسيه في الطرح هذا تاعك. المهم احنا نعطوك الطرح البسيط، الشعب باش راه يطالب. احنا شعبنا يا الاستاذ العربي راه يطالب انتخابات رئاسيه في اقرب وقت. احنا مشكلنا يا الاستاذ العربي ما هو مشكلنا لا مع حتى واحد، احنا مشكلنا في التزوير. احنا حابين انتخاباتنا ما تتزورش، ومشكلتنا مع زوج من الناس، بدوي وبن صالح، وجينا حكومه ديرنا غير الانتخابات، لا مجلس تاسيسي. هذا الشيء اللي راك تهضر عليه كل هذا راح يدخلنا في متاهات. احنا الشيء اللي رانا طالبينه انه جينا حكومه تشرف على الانتخابات، ديرنا انتخابات ماشي مزوره، ونديروا رئيس شرعي في اقرب وقت، في اقرب وقت، والرئيس الشرعي هو اللي يتكفل بالامور هذو، هو اللي يتكفل بالامور السياسيه من بعد. هذا هو، احنا رانا بسيطين جدا، ما كان له ما ناش حابين ندخلوا في متاهات. هذه هي الشيء اللي راه يحوس عليه الشعب الجزائري. صح، نوليو للنقطة الثانية. النقطة الثانية انك انت تطالب برحيل القايد صالح. نروح نهضروا لغة العقل. اسمها دوك ما عندناش رئيس، نزيدوا نحيو رئيس الجيش. اسمها نقعدوا لا رئيس جمهورية لا رئيس الجيش. وديجا واحدة، شكون ينحي القايد صالح؟ راح ينحيه بن صالح؟ هاو ما يقدرش ينحيه. ينحيه أصحابه؟ هاو هذا انقلاب. وتقدر تضمن لي كون ينحيه أصحابه اللي راح يجي بعده مش راح يقمع الشعب؟ ولا مش راح انت وراح تعرف اللي راح يجي بعده. وتقدر تضمن لي انه الجيش ما ينقسمش؟ سما كي تنحيلو القائد اكيد راح ينقسم، لانه كله يوليو في مرتبه واحده. دوكا راه عندهم قائد، مهما كان عندهم قائد هو اللي يتصرف. هم هنا في مرتبه واحده، ومن بعد هما في مرتبه، كي يروح القائد ما يبقاوش هما في مرتبه واحده، كل واحد يقول ممكن هنا يسرى انقسام تاع الجيش. ترضى لنا هذا؟ هذه يا سي العربي،
وانت ديما تقول شوف يعني نبين لك واحد التناقض، ساعات تقول لنا بلي الجيد صالح موش هو اللي يتصرف، راهم يكتبوا له برك وهو راه يقول اسم اللي تحتهم اللي راهم يتصرف، وساعات تقول لنا يا تقول له يا الجيد صالح علاش راك دير هكذا ولا علاش راك دير هكذا، دوك الى عشان موش هو اللي راه يتصرف راهم كاينين اللي تحته، علاش نحيوه مادام ماهوش هو اللي يتصرف؟ انا انت تحوس تنحيه اخي، ماهوش هو اللي يتصرف، وين عاد القرار ليه؟ لازم يكون قائد هو اللي يدير القرار، ولا عشان القرار ليه راه لحد الساعة راه ماشي في خطوات مليحة. حنا نقول تبان لنا بطيئة، بصح هي في السياسة راهي ماشي بطيئة. نزيدك حاجة أخرى، أنت دائما تقول ننصحك يا القايد صالح وننصحك يا القايد صالح وننصحك يا القايد صالح، هذيك هي طريقة النصح اللي تنصح بها. نورمالمون راك تعرف آداب النصيحة، تعرف آداب النصيحة وتعرف طريقة النصح كيفاش دايرة. أنت دير فيديو تاع 40 دقيقة، دير لايف تاع 40 دقيقة، تجيب 35 دقيقة وأنت تشتم في القايد صالح، وخمس دقائق وخمس دقائق تقول له يا القايد أني ننصحك وتاخذ رأي يدير هكذا وتاخذ رأي يدير هكذا. إلا عينك تنصح واحد ما تسبوش، ما تطيحلوش الكلام. ما راك تتهم فيه، راك تسب فيه، تقول نهب وسرق وكذا، كيف راح يسمع لك؟ الا اذا كانت كاينه نيه واحده اخرى. يسمى الكلام هذاك ماهوش موجه للقايد صالح، راه موجه للناس، موجه للناس. وانت دائما راك تقول باللي سلميه، راك تطالب بالسلميه، بصح كي تهدر الهضره هذيك وتكره الناس في القايد صالح تكرههم، لكن بعد انت يتعمر وتعمر وتطلقوا يصوني، ومن بعد تقولوا دير السلمية. نعطيك مثال، في 91 نهار كيما نحاول فيس اخي، كان الشيخ عباسي وبالحاج كانوا في الحبس، ما دعاوش للعف وما قالوش للناس اطلعوا للجبل، بصح هكذاك والناس طلعوا للجبل، وحدهم طلعوا للجبل. خلينا من الاختراقات وهذيك، احنا نهضوا كاين الناس صح بالجبهة الإسلامية طلعوا للجبل، قلال كثار ما يهمناش. هذوك الناس اللي طلعوا للجبل علاش طلعوا؟ طلعوا نتيجة الشحن اللي من قبل، تشحنوا 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 من بعد تقولوا سلمية، ما نظنش اللي راح يمشي لك في السلمية. النهار كامل وانت تعمر ضد الجيش ضد الجيش ضد الجيش ومن بعد تقول سلمية، ما تقدرش. نعطيك مثال واحد اخر، انا مثلا ساعات نروح للدار يقولوا لي في الدار هاو ابنك واش دارها واش دارها واش دارها واش دارها واش دار، بصح ما تضربوش، نلحق ليه ديريكت نعطيه. علاش نضربو؟ باسكو هما شحنوني عمروني، هاو دار هذيك وهاو دار هذيك وهاو طيح لي كلام وهاو سبوها وتهاوش وهاو كسر هذيك وما حبش يقرا وهو. ومن بعد لا ما تضربوش، هضر معاه بالعقل، نروح ليه ديريكت ما نقدرش ما نضربوش لاني تشحنت. فما بالك الشباب الصغار هذو نهار كامل والشحن والشحن ضد الجيش وضد وضد القايد صالح، من بعد تشحنوا تشحنوا وتقولوا ها راني ندعي للسلمية، حافظوا على سلميتكم. إلى عينك يحافظوا على سلميتكم، سلميتهم ما تعمرهمش. وإلى عينك في الحلول السياسية، ما تسبش القايد صالح، مد مقترحات كي دير اللايف تاعك، مد مقترحات، قال هاي الرؤية السياسية، هاي الرؤية السياسية، جيب واحد ولا زوج تناقشوا في الحلول، أعطينا الحلول. أما نهار كامل وأنت الشحن هذاك راه ماهوش مليح للبلاد. إذا راك خايف على البلاد صح كيما راك تقول، حنا نصدقوك أنك خايف على البلاد، ماناش راح نتهموك، حنا نديرو في بالنا بلي أنت راك خايف على البلاد. إذا راك خايف على البلاد راهي مش هذه الطريقة اللي توعي بها الناس. وعي الناس واش هي الديمقراطية، وعي الناس على أركان الديمقراطية، وخليهم وحدهم يستنتجوا، ما توجههمش. أنت عندك مشكل تاعك مع البيش وشي واشو. انا بدوري انت ساعه ساعه تنصحنا بواحد الكتابات، انا ثاني بدوري ننصحك
انك تقرا كتب، تقرا كتب. نعطيك مثال، اقرا الدال كاريجي، اي معكوسه الدال كاريجي، هذا استاذ في التنميه البشريه، في هذا الدال كاريجي يفيدك، عنده ربع كتابات، ربع مؤلفات رئيسيه، راك تلقاها تاع كيف تكسب الاصدقاء، ولا كيف تتعامل مع الناس، ولا فن الخطابه. هذو الكتابات هذو راح يفيدوك، يفيدوك وتغير المنهج تاعك التوعوي. اما هذا المنهج هذا انت راك تشوف فيه صحيح، بصح حنا هنا ماناش نشوفوا فيه صحيح، رانا نشوفوا فيه يؤدي للفوضى. ربما راك تشوف التعاليق لتحت يقول لك انت راك دير في الفتنه، راك ماهمش هذوك الذباب، ماهمش روبوات. انا نعرف ناس بزاف، ناس بزاف يقول لك العربي زيطوط راه يدير في الفتنه، يسمع الفيديو تاعك ديريكت بان له فتنه، وهذو الناس كل غالطين غير انت اللي صحيح. حاول تغير المنهج، اخطينا من الفتنه هذه. واذا حاب تدير السياسه، شوف اتفاهم مع الجماعه هنايا في الدوله، يخليوك تدخل، اتفاهم معهم يخليوك تدخل ودير السياسه. يا راشد نكاز يجي يهدر من الشرق للغرب، ودير كي راشد نكاز، ارواح ادخل لهنا البلاد واهدر في السياسه، ووعي كيما تحب توعي. ويا خويا ولا كان انتخبوا عليك الناس مبروك عليك، بصح باش تجي ليه انت دوكا ثم راك قاعد وتقول القايد صالح يتنح، ومن بعد تنوض لنا حرب حنايا هنايا، ديك الساعه انت واش تولي تدير؟ تولي تدعي الوقف يطلق النار. وكاينه حاجه عاطفيه نهضرها لك، واحد الحاجه عاطفيه، احنا الشعب واش رانا نحسوا؟ احنا رانا نحسوا باللي الجيش راه حنين معنا، محسوب كون حب يقمعنا من 22 فيفري يبدا في القمع مباشره، بصح ما قمعناش. احنا لنا الفخر انه رصاصه واحده ما خرجتش من الجيش، هذا يكفيه فخرا انه رصاصه واحده ما خرجتش، قطره دم ما ساحتش 13 جمعه، قطره دم ما ساحتش باعداد تاع الملايين، رغم الاستفزازات، رغم الناس تهز في التصاور تاعو القايد صالح وتشتمو، رغم هذا رصاصه ما خرجتش من الجيش. هذا الشيء يحسب للجيش، ما نكرهش هذا الفضل هذا. اذا نتمنى الفيديو هذا يوصلك، ونتمنى ترد على الفيديو هذا، وربي يهدينا جميعا، ربي يهديك ويهدينا ويهدي حكامنا ويهدي الناس الكل لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله.